نذهب إلى العنوان التالي معنا عبر شروط النت، وفيه واشنطن: مغادرة السودان لقائمة الإرهاب تتطلب بعض الوقت. قال القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم راين شوكان إن قرار ترامب ليس إعادة لفرض العقوبات الاقتصادية التي ألغاها في العام 17 و2000، ولكنه تمديد لحالة الطوارئ لعام آخر. وأكد براين أن هناك مساعي لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأن هذا يتطلب بعض الوقت. واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله بمكتبها بالقائم بالأعمال الأمريكي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ووضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين. وكان القائم بالأعمال قد أكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية. وأوضح براين أن إعلان حالة الطوارئ تجاه دولة هو إجراء يتخذه الرئيس ليتمكن من فرض عقوبات استثنائية على هذه الدولة، وأن أمر الطوارئ يستمر في العادة لمدة سنة واحدة، فيتعين بالتالي تجديده كل عام لتستمر الإجراءات التي فرضت بموجبه سارية. من جانبها عبرت الوزيرة عن تفهمها لدواعي إصدار القرار، وأكدت أن الحكومة الجديدة في السودان ستبذل ما في وسعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحم. وأشارت إلى اهتمام الحكومة بأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشددت على أهمية النظر إلى التطورات الإيجابية في البلاد. وقالت أن الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهما بالإرهاب، ولا يتحملان وزر أخطاء الحكومة السابقة. يا أستاذ بليغ، هذا الأمر شغل وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين في الأيام الماضية. صحيح. يعني ما بين نافٍ ومؤكد، ويمكن تشابه هذا الخبر مع الخبر في 2018، ولكن واضح مما أوردتموه في الموقع أن هذا تجديد لأمر الطوارئ السابق، ليس فيه جديد، وإنما حتى تستمر إجراءات العقوبات أو الحظر التي تترتب على أمر الطوارئ السابق. عطفا على هذا الأمر، كيف يعني، وأيضا عطفا على زيارة وزير المالية للولايات المتحدة الأمريكية والآن لقاء معالي وزيرة الخارجية مع القائم بالأعمال الأمريكي، كيف يمضي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ والله أولا أعتقد أنه القرار قرار روتيني، قرار أمر الطوارئ قرار روتيني ظل يصدر في كل عام من قبل الإدارة الأمريكية منذ أن فرضت إدارة الرئيس كلينتون العقوبات على السودان، العقوبات بشقيها الخاص بالعقوبات الاقتصادية ووجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا أمر ظل روتيني سنويا منذ العام 93، يصدر في كل عام أمر طوارئ، ومع تجدد الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظل هذا الأمر متعاقب ومستمر، إلى أن الجديد فيه كان تم في العام 2017 بالتحديد، عندما أعلن الرئيس الحالي الرئيس في باراك أوباما بالتحديد في رفع اسم السودان، رفع العقوبات الاقتصادية بالتحديد الصادرة على السودان. العقوبات الاقتصادية معروفة أنه كان يشملها حظر التحويلات المالية والاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية في المجال الزراعي وكل المجالات المتعلقة بدعم اقتصاد السودان، إلى جانب وضع العراقيل أمام القروض والمعاملات التي كانت يمكن أن تتم بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية، وهذا النقطة بالتحديد أيضا مرتبطة بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ظل كان فرض على خلفية استضافة السودان لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، واستمر إلى أن استمرت الـ 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 ظلت بعض القرارات تصدر، إلى أن جاءت أزمة دارفور وغيرها، وظل هذا الأمر روتيني ومستمر يجدد في من قبل الإدارة الأمريكية في كل عام. الآن الـ الأمر المهم الذي يجب النظر عليه أنه
الإدارة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنه اسم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحديدا مرتبط ببعض الإجراءات خاصة بالكونغرس الأمريكي. تحتاج الإدارة الأمريكية إلى صدور قرارات من الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية ربطت الأمر بتشكيل حكومة مدنية يديرها مؤسسات مدنية للحكم في السودان يديرها مدنيين. هذا الأمر يعتقد أنه السودان قطع فيه شوط بعيد جدا بتشكيل الحكومة الآن التي يديرها المدنيين حكم مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تشكيل المجلس السيادي الذي يقلب عليه المدنيين. هذا الأمر يعتقد أنه قطع شوط بعيد جدا، ويعتقد أنه حجة وزير المالية الأساسية خلال زيارته لواشنطن واجتماعه في بأصدقاء السودان كانت تتمحور في على هذا الأساس. أعتقد أنه الأمر لم يتبقى غير أنه مرتبط بالزمن فقط فيما وهو أمور تخص الإدارة الأمريكية في الإجراءات التي ذكرتها فيما يخص الكونغرس والمؤسسات الأمريكية الأخرى. أعتقد أنه ربع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت مسألة وقت فقط. السودان الآن مقبل على المدنية بالكامل، ومقبل الفترة الانتقالية تمضي في اتجاه قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهايتها يتبارى فيها السودانيون كل الأحزاب السياسية، والغلبة لمن يحوز على أكبر الأصوات.